العقد له شروط تختلف عن شروط الآخر، فهذا عقد باطل. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: الحمد لله رزقنا بمولود، وغدا إن شاء الله يكمل 7 كالصوفية والإخوان المسلمين والليبرالية على مسألة سد الذرائع، فما هدفهم من ذلك؟ هدفهم من ذلك تعطيل الأحكام الشرعية، تعطيل الأحكام الشرعية. الأولى في الباب بحساب أو بدون حساب، تسهيلات الفتح لحساب وخدمة قوية. اتصل توا لبيانة أو المدار 580-87-87. مصرف التجارة والتنمية. راديو الأمة، صوت حياة، نبراس أمة.